ومن بيروت تنضم إلينا بولا سطيح الكاتبة الصحفية. سيدة بولا، يعني ما الذي استجد في الموقف الأمريكي؟ بايدن يتحدث عن ذات الصيغة وهي أو المفهوم الأوسع والرئيسي بالنسبة لهم وهو حماية إسرائيل. نعم، يعني مرحبا. لا شك أن ما تقوم به إسرائيل اليوم في لبنان هو بدعم وتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. كل من يعتقد غير ذلك واهم. إسرائيل ما كانت لتقدم أصلا على عملية بحجم اغتيال السيد حسن نصر الله لو لم يكن هناك غطاء أمريكي، واليوم بوضوح هناك غطاء أمريكي على الحرب الشاملة التي تشن على لبنان. يعني موضوع حماس لا شك هناك بعض التباينات أقله بالعلن بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، ولكن بموضوع لبنان نعتقد أن الأمر مختلف. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية كانت لا تريد توسعة الحرب إلى هذه الدرجة، كانت تفضل أن يتم حل الموضوع دبلوماسيا وأن يقبل حزب الله بالعودة إلى الشمال الإيطالي والعودة لتنسيق 1701 من دون أن يكون هناك حرب كبرى على لبنان، ولكن بعد رفض حزب الله لذلك وإصراره على ربط الجبهات غطت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على لبنان وهي لا تزال تغطيها. لا شك يعني موضوع الهجوم البري الذي تشنه إسرائيل، هذا الموضوع يعني هو هناك يعني وجهتين نظر، البعض لا يؤيده في داخل الأمريكي باعتبار أن ليس حرصا على لبنان أو على حزب الله، إنما لأن الأمريكيين يعتقدون أن الهجوم البري سيكون مكلف جدا بالنسبة لإسرائيل بشريا، وهذا يعني ما بينته الأيام الثلاثة الماضية منذ بدء العملية البرية. كل يوم يسقط لإسرائيل حوالي 10 جنود، يعني هو القتلى غير الجرحى، وبالتالي يعني وصلت إسرائيل ما كانت تقوله أمريكا أن حزب الله قوي في الميدان وأن العملية البرية ستثبته تل أبيب الكثير من القتلى والجرحى، وهذا ما يحصل عمليا. طيب، الحديث أيضا عن خسائر في الصفوف الإسرائيلية تعترف بها إسرائيل، هل يمكن أن ينعكس على سير المعارك بمحاولة لملمة الأمور، محاولة الاستجابة إلى المبادرات بوقف إطلاق النار؟ لا شك يعني ما قبل العملية البرية كانت تشعر إسرائيل بتخوف كبير على حزب الله وتشعر أنها منتصرة بالحرب عليه، وهذا ما حصل. يعني خلال أسبوعين وجهت له ضربات كادت تكون قوية إسرائيليون أن حزب الله انتهى وأن الهجوم البري في هذه المرحلة بالذات في يعني نقطة الضعف الكبرى لحزب الله بعد اغتيال نصر الله سيكون سهل وميسر هذا الهجوم، لكن تبين أن حزب الله لا يزال الأقوى في الميدان، هو أعد العدة للهجوم البري. صحيح إسرائيل متفوق عليه تكنولوجيا وجويا وهذا ما تجلى في الأسابيع الماضية، لذلك كانت خسائره كبيرة، ولكن بالموضوع البري الموضوع مختلف. حزب الله لا يزال قويا ويتصدى وقوات النخبة فيه تمنع حتى الساعة أي خارج إسرائيلي للحدود. لا شك قد يؤدي يعني سقوط قتلى لأيام طويلة إلى ضغط شعبي على نتنياهو لوقف هذه العملية البرية، لكن نعتقد أنه نتنياهو حتى الساعة ليس يعني بوارد الأخذ والرد والنقاش بموضوع التسوية حاليا، يعتبر أنه متفوق كما قلنا وأنه رغم الخسائر التي يتكبدها بالبر هو ماض بهذه العملية، ماض هو والولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو ليس فقط بمحاولة إنشاء منطقة عازلة وإبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني، هذا هو الهدف المعلن للعمليات، ولكن أصبحنا في مرحلة متقدمة على ما يبدو الإسرائيلي بدأ يدفع لينزع سلاح حزب الله وإنهاء وجود حزب الله، يعني طموحه كبير جدا وعاد ليس يطالب بتطبيق 1701 وإنما 1559 الذي يقول بنزع سلاح الميليشيات المسلحة في لبنان. طيب، الرد الإسرائيلي هل تتوقعين أن يكون قريب أم يعني ينتظر مزيد من التنسيق مع الجانب الأمريكي؟ نعم، أعتقد أن السياسة والاستراتيجية الإسرائيلية مختلفة عن السياسة والاستراتيجية الإيرانية، يعني إيران أخذت كل وقتها للرد وتلقت صفعات كبرى، يعني كانت تعتقد أن صفعة هدية هي الأكبر فأتتها صفعة نصر الله، وبالتالي كان هناك يعني طول بال جدا لدى الإيران وهو مشهور أصلا الإيراني بذلك، ولكن الإسرائيلي الوضع مختلف، نعتقد أن الرد لن يطول، قد يكون خلال أيام مقبلة كحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل. أعتقد أن هناك اتفاق، يعني جرى يفترض أن يكون جرى اتفاق بين واشنطن وإسرائيل على شكل هذا الرد وحجمه،
لا شك واشنطن لا تزال تدفع كي يكون رد، ليس نقول محدودا ولكن رد كبير، ولكن لا يؤدي الى حرب شامله في المنطقه. التفاهم الايراني الامريكي على عدم حصول حرب شامله في المنطقه لا يزال قائما، ولكن يعني الصبر الايراني الكبير بدا ينفذ على ما يبدو. وبالتالي اذا استشعر طهران ان الضربه الاسرائيليه كانت كبيره جدا فهي ستعمد الى ضربه اكبر، وعندها سنقول اننا حقيقه دخلنا الحرب الشامله التي يريدها نتنياهو والتي كان يدفع اليها منذ اشهر. ولكن يعني الصفعات المتتاليه لمحور ايران والمحور الذي تتزعمه طهران يعني لم يعد لايران قدره على احتمالها، وبالتالي عندها حقيقه نكون دخلنا الحرب الشامله. طيب بايدن وتصريحاته، يعني ما زلنا معها ونعود اليها، انه لا يدعم حرب شامله ولا يدعم ايضا قصف المواقع النوويه الايرانيه، هل تستجيب اسرائيل؟ هل تنتظر الراي الامريكي في هذا الشان؟ نعم صحيح، يعني اليوم لا نعتقد ان نتنياهو يعني ياخذ كثيرا بالراي الامريكي، هذا ما رايناه يعني في المراحل الاخيره من الحرب على غزه، ونعتقد ان هذا سياسة نتنياهو هذه مستمرة. يعتقد أن هناك فترة سماح له حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية كي يقوم بما يريده، وبأنه غير مضطر أصلا للاستماع إلى بايدن الذي لم يعود إلى البيت الأبيض، وبالتالي حتى الديمقراطيون ليس محسوما إذا ما كانوا عائدين، وهو يعني هناك تغطية له من قبل دونالد ترامب في هذه المرحلة ليقوم بكل ما يريده، حتى يعني لا يأبه دونالد ترامب في حال أدى ذلك إلى حرب شاملة. مع يعني دونالد ترامب انه عندما يدخل البيت الابيض الا يكون هناك حرب في المنطقه، لا اعرف اصلا اذا ما كان في هناك حرب شامله اليوم، هل عندما يدخل دونالد ترامب في حال دخل وعاد الى البيت الابيض في نوفمبر المقبل ستكون انتهت هذه الحرب؟ لا شك هذا غير وارد. الولايات المتحده تقامر اليوم بما يتعلق بمنطقه الشرق الاوسط عندما تترك يعني نتنياهو يتصرف على ما يعني كما يريد، فهذا خطر كبير لأنه يجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب. لا تستطيع واشنطن أن تبقى متفرجة في حال قررت إيران توجيه ضربات حقيقية وكبيرة لإسرائيل، هي طبعاً ستدخل وأصلاً دخلت في إطار الدفاع عنها خلال يومين ماضيين عندما شنت إيران يعني أطلقت صواريخ على تل أبيب، دخلت للدفاع، ولكن في مراحل لاحقة ستضطر أمريكا للدخول في الهجوم، وهذا سيهدد كل مصالحها في المنطقة، وطبعا لا مصلحة لها اليوم بذلك خاصة على أبواب الانتخابات الأمريكية. ما نتابعه على الشاشات بشكل مستمر من انطلاق الصواريخ من جنوب لبنان صوب إسرائيل، هل يعني تزيد إسرائيل تصميم على مزيد من التصعيد؟ يعني يبدو واضح أن حزب الله يحاول استعادة المبادرة بعد الصفعات التي تلقاها طوال الفترة الماضية. كان حزب الله يعني بالتنسيق مع طهران يحاولان استيعاب الضربات من خلال الصبر ثم الصبر ثم الصبر، ولكن على ما يبدو نفذ صبر هذه الأطراف واعتبرت أنه خلص بتنا في خضم الحرب الموسعة على لبنان التي حاول الطرفان تجنبها طوال الأشهر الماضية خلال يعني الحرب على غزة. اليوم حزب الله يطلق بشكل يومي مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل، العمليات البرية توجع إسرائيل كثيرا لأن هناك تصدي كبير من قبل حزب الله لها، هناك كمائن أيضا يسقط فيها العشرات من الجنود يوميا، هذا ما يدفع إسرائيل كما نقول باللبناني لفش خلقة في الداخل اللبناني من خلال استهداف الضاحية، من خلال تدمير المباني بشكل عشوائي، يعني معظم المباني في الضاحية باتت خالية، هي تقوم بتدميرها كل ليلة، تطلق أكثر من يعني 16 عملية باتجاه الضاحية لترعب اللبنانيين باعتبار أن الأصوات أيضا تصل إلى كل المناطق اللبنانية. يعني ما يحصل معها على الحدود تقوم هي بفشخ خلقة خلال الليل على لبنان، وخلال النهار أيضا هي لا تستثني لا البقاع ولا الجنوب، أينما يوجد عنصر أو قيادة في حزب الله تعتبر أنها ستلاحقه، وأن الخسائر يعني إذا كان المبنى فيه قيادة تسقط المبنى بكأكمله تعتبر أن المدنيين الذين في المبنى هم خسائر جانبية، وبالتالي لا أحد يردع إسرائيل، نحن في حرب مفتوحة على كل الاحتمالات، والخشية الحقيقية طبعا أن تتطور هذه الحرب إلى حرب شاملة عندها كل المنطقة ودول المنطقة ستكون مهددة. صحيح يعني
سيدة بولا أسطيح الكاتبة الصحفية من بيروت، شكرا جزيلا لك.